صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للإنسان أن يتخيل النعم التي في الجنة ويتوقع أنها على شكل معين، خاصة إذا كان ذلك دائما، مع أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ ما في الجنة على نوعين: النوع الأول ما له نظير في الدنيا مثل السدر والطلح والفواكه والرمان والنخيل والأعناب، هذا له نظير في الدنيا، ولكن ما في الآخرة يختلف عنه اختلافا كثيرا. النوع الثاني ما ليس له نظير في الدنيا ولا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.